للأسف عندي معلومة ممكن تكون خطيرة. بناء على إحصائيات منظمة الصحة العالمية بأن 85% من الأطفال في الكويت ما يمارسون أي نشاط رياضي، وهذه نسبة جدا عالية وخطيرة في نفس الوقت. ولهذا السبب الكويت تحتل مراكز متقدمة في نسبة السمنة والسكري النوع الثاني، وهذا راح يضر البلد في المستقبل وراح يكلفها الكثير لعلاجهم. وعلشان نحارب هذه المشكلة يجب علينا كلنا أن نتصدى لهذه المشكلة. على سبيل المثال يجب على وزارة التربية زيادة حصص التربية البدنية، ومن جهة أولياء الأمور فيجب عليهم تشجيع أبنائهم، ومن الأفضل ممارسة الرياضة معهم. يحتاج الطفل على الأقل ساعة في اليوم من الحركة.